بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أخبار بلدنا. النهاردة زي ما عودناكم عندنا كل جديد، وعندنا يعني أكتر من مجال، ودايما البرنامج أخبار بلدنا بيختص بكل ما يخص البشرة والشعر. وبناء على رغبة كتير من متابعين برنامجنا، احنا النهاردة في استضافتنا ومنورانا في الاستوديو النهاردة خبيرة العناية بالبشرة والجسم السيرابيست الدولية فريدة عز. دكتورة اهلا بحضرتك. اهلا، الحمد لله. يعني انت منورانا النهاردة ومنورة الفضائيات كلها. تسلم لي. ويعني احنا عطلناكي وعارفين ان انت يعني عندك مواعيد كتير، بس يعني معلش الناس يعني كتير طلبوا منا حلقه عن العنايه بالبشره والجسم واحدث التقنيات اللي موجوده في المجال ده. في البدايه اتشرف بحضرتك عشان الناس اللي متابعينا وعشان جمهورنا. انا فريده عز سيرابيست، او بمعنى اصح اخصائيه عنايه بالبشره والصحه. تمام. عضوة في نقابه المهن التجميليه، وبدي كورسات في دول عربيه، السعوديه، الامارات، وفي مصر. انا عرفت ان حضرتك كمان بتشتغلي في دول عربيه كتير، مظبوط كده؟ تمام. فين بقى؟ الامارات، السعوديه، الكويت، البحرين. تمام، يعني احنا معانا خبيره دوليه النهارده ان شاء الله. الحمد لله، ماشي الحال. طيب يعني دكتوره، عشان الناس برضو اللي بتسال، يعني احنا برضو مش فاهمين الاجهزه احنا هنعمل ايه النهارده في البدايه؟ احنا هنتكلم على التقنيات الجديده في عالم التجميل للبشره. تمام. هنتكلم على البيبي جلو والميزوثيرابي واي حاجه لعلاجات البشره. تمام. وهنتكلم على الاجهزه الجديده والحاجات دي احدث اجهزه دكتوره؟ يعني في احدث من دوت، وفي بس ده دلوقتي حاليا ده الاحدث. تمام. ده الاحدث عندنا في مصر ولا الاحدث في الدول العربيه؟ لا، الاحدث عندنا في مصر. الاحدث عندنا في مصر. طيب يعني انا حابب بس اخد سؤالين من حضرتك في البدايه قبل ما نبدا عملي على الموديل اللي معانا. تمام. يعني في البدايه دكتوره، يعني انواع البشره مختلطه، دهنيه، بشره حساسه، حسب البشرات دلوقتي. الميك اب بيعمل بشره تانية. يعني انا لو بشرتي عاديه، ممكن الميك اب الرديء او حاجات كتير لعوامل الجو بتغير ملامح البشره وادراكها كامل، يعني بتخليها نوع تاني خالص غير البشره العاديه. يعني طيب ممكن ده كل الميك اب وكل مستحضرات التجميل ولا لا ولا انواع لا معينه؟ انواع معينه رديئة؟ يعني لا، رديئه طبعا، يعني الغير مصرحه اللي هي ما فيش منها، مش مذكوره. تمام. لكن تمام. البراند والحاجات اللي فيها يعني علاجات وبتتعمل بطريقه صحيحه هي اللي بتحافظ على البشره. طيب يعني افهم من حضرتك كده ان اغلب مشاكل البشره بتكون عن طريق الميك اب؟ الميك اب الرديء. طيب اشعه الشمس لا، دي حاجه تانية خالص. اشعه الشمس بيبقى اكتر حاجه في الصيف. تمام. احنا بنستخدم حاجات كتير غلط. يعني انا مثلا في الصيف ما ينفعش ان انا الدنيا حر واملاح واتربه استعمل اي حاجه فيها فيتامين سي، بتضرني، هتغمق لي بشرتي، هتبين لي عيوب بشرتي كامله، لان الفيتامين سي في الصيف خطا، بيحتاجش اضاءه. تمام. ما بنحتاجش فيه شمس، بنستخدمه بطريقه غلط هنا. طيب يعني احنا هناخد باقي الاسئله، لان يعني في ناس كتيره قوي اتكلمت لما اعلنا عن الحلقه، وطبعا وجود حضرتك معانا في ناس كتيره بعتت اسئله بتستبصر عن يعني التقنيات الجديده واسئله كتير عن التاثير السلبي للبشره، واللي هو تنظيف البشره وكيفيه العنايه بالبشره. يعني الناس كتير قوي بيتكلموا في حته فصل الشتاء ان هو داخل والمفروض ان يبقى فيه عنايه خاصه بالبشره. طبعًا في فصل طبعًا. الشتاء. تمام. طيب خلينا نبدا. تمام. ونتكلم ونقول الاسئله لحضرتك وحضرتك شغاله. احنا تمام. هنعمل ايه النهارده؟ احنا هنعمل لها تنظيف عميق، ونعمل لها التقنيه الجديده اللي هي معروفه في البرازيل واسبانيا والنمسا والكويت ودول عربيه كتير، لسه مؤخرا معروفه في مصر، اللي هي البيبي جلو. يعني احنا الاول هنشتغل بيبي جلو. البيبي جلو هو تقنيه جديده بتعالج البشره علاجيه اكتر، مش فونديشن، لان الناس كتير قوي بتقعد تقول ان هي فونديشن، لا دي تجميل، لا دي كريم المصطلحات كلها بتتقال على حاجه هو مش كده اصلا، هو اصلا عباره عن تقنيه علاجيه للبشره اكتر. تمام. ليها سن معين يا دكتور؟ لا، مالهاش سن، لان هي بتعالج تجاعيد لسن معين، تمام. بتعمل نضاره لسن اعلى شويه،
فهو علاجي اكتر وبيحافظ على البشره وكل الاعمار بغض النظر عن السن. لا ملهوش دعوه بالسن. طيب خلينا نبدا ونشوف كده عملي. تمام اوكي. بس يعني احنا عشان الوضع غريب يعني يا ريت نشرح كل حاجه كده وحضرتك بتشتغل على الموديل. اوكي. احنا متفقين ان احنا هنبدا بالبيبي جلو صح كده؟ بس هنعمل تنظيف عميق دلوقتي لان ناس كتير قوي مش عارفه البيبي جلو. طيب. لازم نعمله تنظيف عميق عشان نشوف بعد كده ايه البشره دي محتاجه ايه. انا البيبي جلو اصلا مش شرط نعمله للبشره دي. البشره دي فيها مشاكل مش ينفع البيبي جلو. يعني لو فيها حبوب لازم نعالجها الاول. طب احنا في مرحله ايه كده في البدايه خالص؟ ده البخار. يعني بنفتح المسام عشان نعملها تنظيف عميق للبشره. تمام. تفتيح مسام. تمام. هو اصلا البخار بيبقى في امازون عشان يشيل الدهون والاتربه والاملاح بتاعه البشره. تمام. طيب اللي انا برضو عرفته من حضرتك يا دكتوره قبل الهوا ان البيبي جلو ليها جزئين، جزء تجميلي وجزء علاجي. وجزء علاجي. طيب يعني الفرق بين الاثنين الاول؟ التجميلي اللي هو بيعمل نضاره. تمام. او مثلا نتكلم على العلاجي اكتر. العلاج اللي هو بيعالج الحبوب والكلف والنمش، تصبغات الشمس، عوامل السن، خطوط، يعني بيعالج كل مشاكل البشره. تمام. التجميلي بقى ان هو بيعمل نضاره، بيعمل توريد للخدود، بيفتح حالات العين، بيعمل نضاره والتوريد للبشره كلها، بيعمل نضاره كامله. تمام. من اول الجبهه لحد الدقن. ده الماده اللي احنا بنحطها دي ايه بقى؟ دي ماده كده زي ماسك يعني فوار علشان الاتربه، ولو في اي عوامل او شوائب في البشره من ارهاق اليوم بيتشال. تمام. مادة معينة يعني، بس ناس كتير عارفاها يعني، في اي مركز ثيرابيست بيبقى عارف يعمل ايه او هو بيستخدم ايه الحاجات المعينة لنفسه. تمام. تمام. طيب خلينا نقول ايه بقى الحالات اللي هي المفروض ان انا ما استخدمش. ورجعنا لكم تاني وبنعتذر عن الإطالة، وبرضه مكملين مع الاستاذه فريده واحدث تقنيات النضاره والبشره. معلش احنا اسفين المقاطعه، يعني احنا حطينا القطمه دي ليه؟ علشان البخار ما يأذيش عينيها ويتعبها اكتر. تمام. تمام. طيب. اولا احنا بنعمل دلوقتي عشان احنا نعملها بيبي جلو. تمام. فلازم نعمل تنظيف عميق للبشره، نعملها بخار، نعملها سكراب، وبعد ذلك نقفل المسام ونبتدي نشتغل عشان نشوف عيوب البشره دي محتاجه ايه، محتاجه بيبي جلو ولا نعمل علاج الاول. تمام. تمام. احنا دلوقتي انا بحب جدا، يعني انا في التقنيه بتاعتي او اللي انا بديها حتى للبنات بدرس لهم، ان انا احب اشتغل والبخار شغال، بيساعدني اكتر عشان بيبين عيوب اكتر. بيبين لي الحاجات اللي انا مش المفروض كده ان مسام الوش فتحت صح كده؟ ها دي. تمام. كل. تمام. المشاكل. تمام. دي مشاكل ايه بقى؟ دي مشاكل ميك اب ولا مشاكل يعني ميك اب، عوامل بقى، عوامل تراب. جو وتراب. مش شرط ميك اب يعني. تمام. احنا هنبتدي دلوقتي نعمل لها ازاله دهون بيضاء والسودة حوالين الانف والجبهه. طيب وبالنسبه للحبوب؟ ما هو ده بقى اللي احنا اكتشفناه بعد واحنا بنعمل التقنيه. تمام. الحبوب دي ليها علاج الاول، ما ينفعش ان انا اديها بيبي جلو من غير علاج. يعني لازم اعالج الاول البشره وبعد كده اعمل بيبي جلو. تمام. بس احنا في حاجات دلوقتي التقنيه اسمها ترميم للبشره، ممكن نعمل لها حاجات زي ميزوثيرابي عشان يعالج التبييض تحت العين ويشيل لها حبوب اللي في الجبهه. تمام. لو احنا قلنا الحبوب بتيجي في الجبهه ليه؟ احنا بنقول من الحر والحجاب، لان هي محجبه. بتيجي هنا من الدقن دي، من هنا برضو بتبقى من الحر، وكمان بشرتها مختلطه. تمام. في اوقات مختلطه واوقات عاديه. فدي البشره اللي قدامنا دي مختلطه، ساعات تبقى بشره عاديه جدا ما فيهاش اي مشاكل، ما بتحتاجش العلاج الاول. بتعمل بيبي جلو على طول. لكن هي دلوقتي تمام المشاكل باينه قدامنا، فاحنا نعالج. تمام. اوكي. طيب يعني خلينا ناخد كم سؤال كده من المتابعين ومن على الصفحه. تمام. يعني في البدايه كده برضو الحالات يا استاذه فريده اللي يعني مش محبب فيها التقنيه دي اللي هي البيبي جلو، الامراض الجلديه، يعني مثلا حساسيه البشره، الحمل، السكر، السيوله،
الكريزما عامه لل وده المفروض ان العميله اللي جايه لحضرتك المفروض ان هي بتعرفك ان هي بتبلغني اقدر اعالجها بايه عشان اساعدها تعمل ايه، ايه العلاج الاكتر احسن من البيبي جلو للمشكله اللي عندها. تمام. لان كل مشكله وليها علاج. يعني برضو يعني الحاجه الموانع للتقنيه بيبقى ليها حل عند حضرتك. ايوه طبعا. طيب يعني احنا حابين برضو نعرف انت بتعملي ايه. احنا دلوقتي بنشفط دهون البشره والرؤوس البيضاء والسوداء ومشاكل والحبوب والاتربه واي شوائب في البشره. الجهاز ده بقى متوفر في مصر هنا ولا؟ متوفر يعني متوفر؟ اللي عايز يوصل له انا ممكن يعني لو حد اتصل بيا انا اقول له يجيبه ازاي او يوصل له ازاي. طيب احنا برضو يا جماعه يعني نحط رقم الاستاذه فريده وصفحه التواصل على الشاشه لكل المتابعين اللي حابب يتواصل مع الاستاذه فريده عز السيرابيست الدوليه وخبيره العنايه بالبشره والجسم. حابب برضو اسال سؤال بقى يعني شخصي معلش، يعني هو اللي بيعمل التنظيف ده بيبقى يعني الـ 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 الاقبال اكتر في حته العروسه وكده ولا يعني؟ لا لا دلوقتي كل الفئات بقى، كل الناس، بنت كل صغيره الناس. ست كبيره حد صغير التنظيف هو بقى صحي اكتر من هو صحي طبعاً تجميلي، بيخلي البشره تتنفس، بيحافظ على نضارتها، بيحافظ على كمان بيقلل التجاعيد لبعد ال 30. احنا عملنا على طول دورات كده لبشرتنا، عملنا كورس معين ان احنا نحافظ على نظافه البشره، بيبنى بيقلل التجاعيد، بيعمل نضاره للبشره، بيرجعني لصحه اكبر والصحه بتبقى تتنفس اكتر. علشان كده هو فعلا علاجي اكتر من تجميلي او كده. هو التنظيف العميق اكتر صحي للبشره، بيديها اللي هي تتنفس وتبقى احسن بكتير. يعني انا الموديل دلوقتي هي عندها مشكله الحبوب اللي في الجبهه دي بتبقى من الحجاب. تمام. عند بنات كتير جدا. تمام. تبقى املاح الصيف. خلاص احنا كده نعمل ايه؟ نشيل. دي عشان نشيل الدهون حوالين الانف والقوره ومنطقه الدقن. تمام. يعني كل قطعه في الجهاز لمكان معين. ايوه. ايه الاول كنا التنظيف العميق بيبقى عباره كان عن ماسكات وسكراب وحاجات. أيوة. وبخار اوكي، بس ما بيبقاش بنفس التقنيه الجديده اللي احنا وصلنا لها دلوقتي في عالم التجميل. طيب الـ القطعه اللي احنا شغالين من فيها دي دي الايه؟ دي عباره عن بتشيل الرؤوس البيضه والسوداء والدهون حوالين الانف والجبهه. تمام. يعني انا برضو عايز معلش يعني كل قطعه من دي ليها حاجه معينه، ما ينفعش تتعمل بيها حاجه تانية. لا لا لا، مفيش استخدام تاني ليها. لا لا. تمام. ده ما شاء الله يعني الفرق بيظهر. ايوه تدريجيا اصلا. يعني التنظيف العميق بيفتح درجتين من البشره او درجه. تمام. ده حاجه كويسه جدا يعني مع الكريمات بقى والترطيب الافتر كير للجلسه دي كلها هو اهم من الجلسه نفسها. الحفاظ عليها. طب والمفروض ان كل يعني البنت او السيده اللي حابه ان هي تعمل العنايه بالبشره او تنظيف البشره ده بيبقى كل فتره قد ايه يعني؟ حسب. يعني انا ممكن اعملها كل اسبوع، ممكن اعملها كل 15 يوم، بس هي تبقى تفيد. او لو في مشاكل في البشره زي حبوب او كده لازم كل اسبوع. يعني على حسب المشاكل اللي في البشره. صح كده؟ تمام. احنا نعمل ممكن سكراب. طيب يعني برضو معايا حد باعت بيقول احافظ ازاي على بشرتي في ظل دخول فصل الشتاء؟ ممكن الكلابس ده. اولا شرب الميه. شرب الميه ده اكبر حفاظ على البشره، لان احنا كلنا ما بنرضاش بنقلل شويه من العصائر والسوائل فصل الشتاء. تمام. فلا لازم نستخدمها كتير علشان يدينا نضاره اكتر. الميه ما يحصلش جفاف ويحصل مشاكل في البشره. ده ايه بقى اللي احنا بنحطه؟ ده سكراب بحسب نوع بشرتها. يعني كل بشره ليها سكراب. نوع ماسك مخصص. ده ماسك ايه؟ ده ماسك توت وبذور استوائيه. علشان هي بشرتها مختلطه فما ينفعش نعمل بشرتها شبه حساسه. تمام.
يعني اللي من الظاهر من الخارجي للموضوع انه ده تنظيف بشره حاجه بسيطه، انما الموضوع يعني الموضوع علمي وعلمي بحت كمان يعني مش يعني ناس كتير مش اي حد يعرف يتعامل. لا بس انا على دراسه ان انا عارفه اتعامل، لكن اللي كان زمان انا ممكن اعمل حاجات في البيت تعمل لي تنظيف في البشره تساعدني، بس مش هتبقى بنفس التقنيه اللي معاك جهاز. اكيد اكيد. ومش اي حد برضو يقدر يتعامل مع الاجهزه دي، لان الاجهزه دي المفروض ان هي بتتعامل بطريقه معينه مع البشره. اتفضلي. طيب يعني الاجهزه دي بقى مضيف. يعني ظروفها انا عايزك برضو تشرحي للناس اللي معانا، الاجهزه دي يعني بتبقى متوفره في كل مكان، في كل بيوت سنتر، في كل كده، ولا دي المفروض ان هي مش يعني انا يعني انا مثلا عامه عندي ان انا كل مكان، وهو يقدر يعني يجيب الاكوشور، يجيب الاجهزه الهارد دي كلها موجوده حسب ما قدرة اللي قدامك يعني ان هو يعني يستخدمها ازاي. انا برضو عايز اسال سؤال، بس هي يعني متوفره عند الناس كتير. موجوده يعني موجوده جدا يعني موجوده باسعار مختلفه واشكال مختلفه ومراحل اكتر، 7 مراحل وخمس مراحل و16 مرحله، يعني متوفر في كل المكان في مستحيل. طيب حضرتك تخصص كده بس مفيش حاجه تانية؟ لا لا لا، زي البيوت سنتر اللي هو الشامل بقى، الميك اب والبروتين وتنظيف البشره. لا لا، الاسيرابيست اللي هو حبه الاسيرابيست. الاسيرابيست هو عباره تقنيات بقى اللي هو تنظيف البشره وميزوثيرابي وعلاج الشعر وتفتيح وعلاج الحبوب، اي حاجه. ميكرو بليدنج تقنيه جديده دلوقتي اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل الحلقه. طيب هو يعني ايه سيرابيست؟ اللي هو العنايه بالبشره زي السكين كير كده. يعني هو مصطلح العنايه بالبشره. يعني اللي هو بنستخدم فيه الميزوثيرابي والادوات التجميليه للبشره. تمام. ما عايزه حاجه كمان الفوطه. يعني انا حابب برضو حضرتك يعني المصطلحات دي احنا نعرفها للساده المشاهدين عشان يعرفوا يتعاملوا بيها ويفهموا حضرتك برضو وانت بتتكلمي. طيب بالنسبه بقى للتقنيه الثانيه، تمام، ولا احنا لسه خلينا في البيبي جلو؟ وقلنا الحالات اللي بيمنع فيها البيبي جلو اللي هي الحمل والرضاعه ومرضى السكر والسيوله كده والسيوله والحاجات دي كلها، وحضرتك قلت ان كل حاجه من دي انت ليكي فيها عليك. طيب افهم بس المرحله اللي حضرتك شغاله فيها الاول. بنرجع تاني نشفط عشان لو في اي حاجه من السكراب يعني موجوده. انت كده قفلتي المسام وفتحتيها تاني صح كده؟ وبتبداي تشفطي الدهون اللي في الجسم اللي في الوش في البشره. ممكن بس قطنه. طب هو الموضوع مؤلم ولا ايه بقى يعني برضه عشان الناس تبقى فاهمه؟ لا خالص، ده مريح جدا نفسيا وكمان بيغير المود يعني. تمام. انا عامه احب اروح مكان عشان لو انا متضايقه شويه اروح مكان اعمل شعري، اعمل بشرتي، اعمل نضاره. اكيد. وارجع مبسوطه. هو ده تغيير مود للبنات وفي نفس الوقت نضاره وحافظ على البشره. طيب استاذه فريده، انت حضرتك قلتي لي ان انت يعني اشتغلتي في دبي واشتغلتي في الدمام. صح كده؟ وفي عمان؟ لا، البحرين. في البحرين. في البحرين. طيب انت شايفه التعامل هنا يعني الاقبال على تنظيف دلوقتي البشره؟ دلوقتي انا بقفل المسام. هو تنظيف للبيبي جلو ممكن يتعمل ببسيط قوي لو انت هتعمليه وما عندكيش الاجهزه دي، انا ممكن اقول تعملي ايه. طيب برضو عشان كل اللي متابعينا يعرفوا لو هو مش متوفر عندها، يعني ست البيت العادية تقدر تعمل ده؟ سوري. لا، هي مش ست البيت العادية. لازم يعني حد متخصص برضو. بس بدون الأجهزة. ممكن نستخدم حاجات بسيطة قوي. مع الأجهزة. احنا دلوقتي هنقفل قفلنا المسام. تمام. ونبتدي نعمل بيبي جلو. يعني احنا كل ده ما بدأناش في التقنية نفسها. لا. احنا كل ده احنا بنعالج. احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، ان احنا لو ما عنديش الجهاز ده او ما عنديش اي حاجة منها ممكن نعمل ايه. ممكن نعمل بخار. جهاز بخار. سكراب. بعد كده بعد السكراب نشيل الدهون بالابرة او بالعرسونيك دوت. ثواني كده. تمام. تمام. بعد ذلك بنقفل المسام ونبتدي نشتغل بيبي كلو. دي حاجات بسيطه اللي هو بدون الاجهزه دي. بدون الاجهزه.
طيب احنا حابين برضو يعني كل خطوة نشرحها معلش عشان الناس برضو تبقى عارفة احنا بنعمل ايه. ده ايه كده؟ بنقفل المسام. نقفل المسام. احنا كل شوية نقفل المسام ونفتح المسام ليه؟ الاول فتحناها عشان نطلع الشوائب ومشاكل البشرة. تمام. والأتربة دلوقتي عشان التقنية نفسها لازم المسام تتقفل لها. تمام. ده الموضوع يعني موضوع كبير قوي يعني. دلوقتي هي بشرتها فيها عايزه حاجه نطفيها تيبل وايبس. طيب انا برضو بسال حضرتك حاجات كتير يعني فضل. كل مرحله هعملها ليها مفاجاه، ليها طريقه، ليها شكل، ليها حاجه، فاحنا لازم نمشي خطوه خطوه صح. طيب الطريقه نفسها بتختلف من مكان لمكان بما ان حضرتك يعني اشتغلتي في 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 الموضوع ده في اكتر من دوله عربيه، الموضوع بيختلف الاختلاف من, بس؟ من من لا عايز اقول ان من ست لست مثلا او من عميله لعميله. ايوه ممكن باختلاف البلد نفسها. لا اولا اهم حاجه البيبي جلو انت جايباه المصدر الكوري. تمام. لان في حاجات كتير فيك ممكن تبوظ البشره، تعملها اكسده، تغمق، تزرع حبوب اكتر، تزود تجاعيد، فاحنا لازم احنا عكس اللي احنا بنعمله. اكننا بنعمل حاجه تانية خالص. حاجه تضر بقى. حاجه تضر. لكن دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعالج، هي فيها حبوب، ففي في تقنيه في البيبي جلو ماده بنعملها نقفل بيها المسام ونموت الحبوب دي. تمام اتفقنا. فوش ازرق اتي الجولد، هات الديرما. دي ماده ايه بقى؟ ده ميزوسيرابي. ميزو سيبرابي. ولازم يكون في مقدار معين لكل بشره. يعني كل بشره بتاخد كميه. مش شرط. مش شرط. ده على حسب ايه؟ حسب البشره. حسب بقى السيرابيست نفسها بتتعامل ازاي مع الكلاين. كل الماتيريال اللي احنا بنستخدمها دي يعني اولا هي يعني متوفره قبل اي حاجه؟ متوفره هنا. تمام. صحيه طبعا. اولا عايز اقول حاجه، دي الابره بتاعه البيبي جلو، استعمل مره واحده بس. تمام. ما ينفعش ان احنا نستعملها من حد لحد، لان هي السنون بتاعتها السنون بتاعتها بلاتينيوم. تمام. مش بتاذي بس مش ينفعش من كذا حد. ما ينفعش. يعني ده القلم البن اللي بنستخدمه. تمام. يعني معلش كده للكاميرا. تمام. هو تتحرك يا كل حاجه في البشره من ديرما دي ليها مقاس، الجبهه ليها مقاس. نثبت ايدينا ثانيه عشان بس الناس اللي معانا. يعني انا عايز اقول ان كل حته في البشره ليها مقاس، عشان ما اجيش اعمل بمقاس واحد بس البشره كلها. ليها مقاس ابره. لا مقاس في الجهاز نفسه. الجهاز. يعني سنتي، ربع سنتي، سنتي وملي كده. هو زي ما قلت لحضرتك يعني هو الموضوع يعني علمي بحت. هو تقنيه بقى. مش قد كده جمالي يعني. لا اولا القوره ليها مقاس ربع. تحت العين ربع، وليها طريقه تحت العين، ليها طريقه استعمل بيها البن، والقوره ليها طريقه. تمام. يعني القوره ما نعملش كده، ما نعملش دوريات. تمام. اوكي نعمل ايه كده دوريات من تحت كده خط. طب هو بالنسبه لدي مؤلمه بقى ولا ايه برضو؟ مش قوي يعني زي مساج كده. احنا كده بنبتدي نحط العلاج جوه الحبوب اللي في الجبهه. تمام. في كذا نوع وكذا شكل. تمام. بس اهم حاجه الالم ما يكونش فيه يعني يقطع منك، هيعمل لك مشاكل في البشره ويعمل لك تجاعيد وكمان يعمل جروح. تمام. دي الطريقه خاصه لما كل بشره حساسه اللي بتتعاملي معاها. ايوه طبعا. دي الطريقه بتاعه الجبهه، نرفع. طيب يعني حضرتك بقى وانت بتتعاملي مع البنات اللي هم بياخدوا كورسات عند حضرتك وكده، اكتر حاجه بيسالوا فيها ايه؟ او اكتر حاجه ممكن تكون صعبه ان هي تتفهم، او الناس مش بيبقى فيها قد كده تقبل بالنسبه لها يعني؟ اولا الميكرو بليدنج.
كله بيبقى متوجس منه، ده ينفع ما ينفعش، طب ما ينفع البشرة، طب هو بيختلط بالدم، لا تمام. طب هو حرام، طب هو حلال، طب هو متعب، طب هو ده زرع شعر. يعني اللي باين من اللي باين من الـ من من الاجهزه ان هو ممكن يكون متعب، عشان كده بقول لحضرتك كل حاجه انت بتعمليها بقول لك دي مؤلمه ولا ايه؟ لا مش مؤلم، هو زي المساج، بيعمل زي بيوصل العلاج، السنون اللي هنا بتتحرك زي ضغط كده بسيط عشان زي توصل، ابره كده ممكن؟ مجموعة ابر 36 ابرة، 36 ابره. 36 ابرة. تمام. العين بنعملها من فوق لتحت، بس نرفع، ما ينفعش نعمل دوريات او نختلف لازم اتجاه بمقاس، واحد. اتجاه واحد ونرفع عشان ما يعملش تجاعيد تحت العين تمام وانتفاخ تمام ويزود الهالات، تمام عشان طيب في ناس كتير بتحب اللي تستخدم حابب الحاجة بقى، من اللي نفسها. حابب يتواصل مع حضرتك برضو في كورسات او كده، يعني احنا يا جماعة برضو يعني ننزل صفحة الفيس للتواصل مع الأستاذة فريدة، والأرقام موجودة على الهوا، ويعني برضو في تليفونات يا جماعة معانا، اللي حابب برضو يدخل معانا يسأل الأستاذة فريدة. طيب احنا موجودين الأرقام بتاعتنا يا جماعة على الهوا، اللي حابب يسأل حاجة. طيب خلينا بقى في النصايح اللي احنا ممكن نديها لست البيت او البنوتة الصغيرة اللي رايحة الجامعة الصبح، المفروض ان هي تعمل ايه قبل ما تنزل عشان الشمس؟ الاول بس اعرف من حضرتك ايه المادة اللي بتحطيها دي؟ ده نوع علاجي من البيبي جلو للحبوب، نوع علاجي للبيبي جلو للحبوب، بس احنا مش هنعمل يعني مش هنظهر ال طيب اوكي ماشي تمام. طيب المواد اللي حضرتك بتستخدميها الاول؟ كوري، كوري، اسباني، الماني. حضرتك بتبقى متوفره هنا ولا بتبعتي تجيبيها من لا بره؟ متوفره، وفي حاجات بجيبها من بره. تمام. طيب برضو نرجع للنصايح، لو ايوه بنوته رايحه الجامعه تمام، او ست بيت هي طبعا عشان مشاكلها في البيت وان هي ربه منزل، تقدر تحافظ ازاي على بشرتها في البيت؟ ماء الزهر في كل الدول العربيه متوفر، ماء الزهر اللي هو ماء الورد، يعني ماء ممكن الورد. يعني نعمله خلينا مصري شويه، ما انا معلش عشان يعني مصري المصطلحات. قوي النهارده رب العالم يعني. نجيب او نحط بقوالب التلج، تمام، نغسل بشرتنا عادي، بس انا مش عايزه الفوطه تلمس وشك، الحاجات القطن الفوطه دي بتغدش بشرتك، بتتعبك، لو هي حتى لو قطن، حتى لو قطيفه، حتى لو المستحب ايه؟ حاجه قطن يعني، حاجه قطن. نطبطب كده، نتعامل مع البشره اكنك يعني. بيبي شويه، تمام. وبعد ذلك لما نعمل الصدمه بالميه الصبح بالثلجه، نعمل الصدمه كده اللي هي الماء التلج اللي احنا عملنا مكعبات ماء الزهر، تمام. نقعد نلف البشره لحد خلاص تمام، ما ننشفش يعني، ما نسيبها رطبه، تمام. اي بقى كريم ترطيب ما يبقاش فيه روائح، سوفت، ما يبقاش فيه روائح، عشان ما يغمقلكيش طيب بشرتك الصبح. النصايح دي كلها على الصفحه بتاعت حضرتك صح كده؟ اللي هي فريده عز سكرين كير، سكين كير، سكين كير صح كده؟ برضو نازل صفحه الاستاذه فريده، تمام. طيب نرجع يعني للمواصفات والنصايح، حضرتك بتقولي ما تستعملش فوطه، تستعمل حاجه قطن وما تمسحش صح كده؟ تعمل طبطبه كده، تطبطب كده على بشرتها بحيث ان هي ما تاخدش البشره، وتستعمل اي حاجه بدون فيهاش روائح، يعني حاجه سوفت خفيفه بدون روائح، وكريم الليل، عشان في ناس طبعا مش كل الناس هتعرف تجيب كريم لليل، وناس تجيب كريم للنهار، تمام. ده ماء الزهر هيوفر لها حاجات كتير جدا، منه يفتح ويعمل انقباض للمسام. ماء الزهر دي يا جماعه اللي هو ماء الورد، ماء الورد متوفر عند صح كده؟ في يعني صيدليات ماء الورد ده كتير في والعطار. الصيدليات وفي العطاره. ده ماء الزهر ده خليجي صح كده ولا ايه؟ ولا خليجي. حلو الميه كمان، ممكن نشرب منه، نحط منه على يعني كام نقطه على لتر ميه ونشرب طول النهار. الافضل من العطاره ولا من الصيدليه؟ يعني الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض حسب الشركه. تمام تمام احنا كده عملنا، حطينا الماده العلاجي اللي هي الحبوب من البيبي جلو، مظبوط تمام. يعني برضو يعني كل مرحله الدنيا بت نعمل مساج، عملنا مساج عشان يبقى اكتر، حتى هي بشرتها بقت نضره اكتر، باين تمام. نبتدي نعرف درجة البشرة للبيبي جلو، بنعرفها ازاي بقى؟ بتعملي تيست؟ لا مش تيست، انا بشرتها قدامي عارفة اللون،
لان هو عباره يعني عن الوان. انت احنا بقى احنا جايبين خبيره يعني، المفروض الناس بقى اللي هي بتتابعنا واللي حابه تعمل هو كده. البيبي جلو عباره فيها ك 12 لون، كل تمام درجات البشره. تمام فانا دلوقتي بشره دي مثلا خمريه، يبقى اللون الخمري بس افتح شويه، هنفتح تحت ده العين المفروض ان ده درجه. فاونديشن؟ لا هو مش فونديشن، بص يعني البيبي جلو مش فونديشن، ده سؤال بقى كويس انت سالتولي. تمام. علاجي اكتر يعني، لا هو الواضح ان هو علاجي اكتر. علاجي اكتر بالنسبه كبيره يعني، بيعالج الكلف، النمش، تمام. الحبوب، خطوط التجاعيد، بيعالج حاجات كتير في البشره. تاني حاجه بيدي مظهر تجميلي، وفي نسبه 2% بس من الفونديشن. ناس كتير قوي تقعد تقول انا لو سمحت انا لا ده فونديشن، ده انا ازاي احط فونديشن دايم على بشرتي؟ لا ده علاجي. علاجي. فانت مجرد اما بتشيل الحبوب والكلف والنمش وعوامل الجو وعوامل السن فونديشن عشان برضو الساده المشاهدين، اللي هو كريم الاساس، صح كده؟ هو مش كده خالص، هو هو عباره المفروض ان هو بيتحط فتره معينه بس هو يعني. لكن هو ده التقنيه دي من 6 شهور لسنه اذا هو بتحافظ. مش فونديشن اساسا، لا هو بعيد، هو 2% علاج. نضاره من او 3% فونديشن. طب ناخد اتصال. اتفضل ناخد اتصال يا جماعه. مين معانا؟ دينا. استاذه دينا. الو، مساء الخير. مساء النور استاذه دينا، ازي حضرتك؟ اتفضلي. تمام. ازاي الدكتوره عامله ايه؟ الحمد تمام لله دكتوره، حضرتك منورانا النهارده، جايبينها يعني من اخر الدنيا النهارده. كنت اتفضلي عايزه يا اسال استاذه، الدكتوره لو سؤال حضرتك. كنت عايزه اسال الدكتوره لو عايزه اعمل بيبي جلو بس انا بشرتي فيها حبوب. تمام. الاول بنعالج الحبوب ونعرف ايه مشاكلها، وبعد كده نبتدي نعمل البيبي جلو. لو في مشاكل تانية غير الحبوب بيظهر بعد الـ نشوف بشرتك وبعد تنظيف العميق ونعرف بشرتك محتاجة ايه اكتر. تمام. استاذة دينا برضو تقدري تتواصلي مع الدكتورة على الارقام التليفون وعلى صفحة الدكتورة فريدة. شكرا استاذة دينا، اتفضلي يا دكتور. انا دلوقتي لو هي عندها هالات، هي الحمد لله الموديل بتاعتي ما عندهاش هالات، تمام، بس عايزة نضارة. نضارة عشان هي ما بتحطش كريمات، وممكن الخلايا الجذعية، كريمات الخلايا الجذعية التفتيح هي اللي ممكن بتزود الحبوب. بتستخدم هنا في مصر بيستخدموا الخلايا الجذعية في اي وقت. نازلة الصبح حط كريم تفتيح. يا جماعة الشمس المفروض ما تتعر... يعني اللي هيحط الإضاءة كريم تفتيح ما ما يتعرضش ينفعش للشمس. ما ينفعش يعني حتى ممكن الإضاءة يحط تبقى معاه سان بلوك تقريبا. يعني انا بالليل تمام، انا بقى عشان احافظ على بشرتي سان بلوك كل 4 ساعات. كل 4 ساعات. عشان تقدر تحافظ تمام. تحافظ على البشرة. انا دلوقتي هنحط الافتح شوية. شيل السنون. طب يعني انا عايز اتفرج على المرحلة دي. دي مرحلة ايه اللي هي لو فيها هالات تحت العين، بس هي ما عندهاش، فبنعمل لها نضارة تحت العين اشراق شوية عشان هو البنات. يعني هي المادة الماتيريال اللي حضرتك برضو اللي شغالة بيه هو قريب من الفونديشن، فهو ده يعني الاختلاط بيجي من هنا. ايوه صح هو كده؟ الادراك كله فاكر يعني هو ان الاختلاط انا على الموضوع بيجي من هنا. نعمل تحت العين الافتح شوية تحت العين تمام. من درجة بشرتها، عشان في بنات كتير قوي تحب الكونسيلر بيخفي عيوب ال ايوه. لا نعمل يعني العين، احنا كده ما بنخفيش عيوب، احنا كده بنعالج صح كده. وفي نفس الوقت اخفاء، بننهي المرحله دي. انا دلوقتي العين دي بتحتاج في الديرما بين ربع، تمام، ربع مقاس القلم. يعني انا القلم ده في مقاسات كتير لحد 2.5، فاحنا نرجع كده لقدام ونستخدم الربع. تمام. تحت العين بيحتاج ربع الجبهه، تحت العين الدق. بزود ربع في لا كل منطقة لا ولا هو مقاس الربع؟ ربع الربع للجبهة أو القورة، وتحت العين والدق مظبوط، والأنف، المناطق العظمية. ليه بقى؟ كل ما تضغط بالسنون للمناطق العظمية بتعمل تجريح، تجرحها، ممكن تجيب دم. تمام. فده مش نجاح. يبقى الجلسة كده المفروض إن هي فشلت؟ لا مش نجاح للجلسة. والعين بتبقى من فوق هنا لتحت ونرفع منرجعش تاني. لو رجعنا بيعمل انتفاخ وهالات، بتزود الخطوط تحت العين والانتفاخ والهالات، انا كده ما عالجتش. تمام. التقنيه دي عامله يعني معروفه في اسبانيا والكويت والنمسا، دول كتير جدا، مؤخرا في القاهره في مصر. انما حد الانتشار اساسا؟ نعم حد الانتشار في التقنيه دي في مصر؟
اول فترة قد ايه ويعني سنتين منتشرة ونص. فعلا؟ اه سنتين ونص، واكتر اكتر حد انشا لها كوريا. كوريا انما عندنا هنا يعني كده من سنتين مثلا. اه بعد كده روسيا، بعد كده الكويت، امارات، تدريجيا كده. طيب انا برضو يعني نسيت اسالك على اهم حاجه، يعني انت اتعلمتي ده فين؟ اتعلمته في الامارات وفي في نقابه المهن التجميليه، بس في الامارات والدول العربيه اكتر. تمام. طيب انا يعني حبي للموضوع ده دراسه وكليه ودعم بقى، دعم من مامتي وبابايا واخواتي، لا كملي وجامعات وكورسات وجامعه الملك فهد، يعني اي حاجه في التجميل انا بسعى معاها واروح اتعلم واخد كورسات عشان اوصل للاحسن، حتى لو المكان ده في بلد تاني هروح. تمام يا دكتوره، يعني احنا بقالنا اسبوعين بنكلم حضرتك يعني، وما كويس ان احنا لقينا وقت يعني من وقت حضرتك. طيب يعني خليني برضو قبل عشان وقت البرنامج تمام، خليني سريعا كده لو سمحتي اتكلم عن الميكرو بيلدينج، يعني قبل من غير يعني نشرح التقنيه خطواتها. هو عباره عن الميكرو بليدنج يا جماعه بيملى فراغات وبعيوب. يعني انا دلوقتي هتكلم على حاجه، اللي هتكلم في حاجه اساسيه اتسالت كتير فيها، هو حرام؟ هو حلال؟ تمام. هو بيضايق البشره؟ هو بيختلط بالدم؟ السؤال لا، هو ما بيختلطش بالدم. هو بيعمل عباره عن، انا ممكن بعد ما نخلص هنا اوريك الطريقه. تمام. في سنة. بس احنا هنشتغل عشان الختام يعني احنا خمس دقايق. هو عباره عن ما بيختلطش بالدم اصلا. احنا بنعمل شعيرات سطحيه على الجلد من اول طبقه في الجلد، ولا تورم ولا اختلاط بالدم ولا شيء. الشيء الوحيد اللي احنا لازم نستخدم الحاجات صح، المشرط تبقى بلاتينيوم، السنون بلاتينيوم او معمول بالذهب او بالفضه او بلاتينيوم. تاني حاجه القلم يكون تعرفي تمسكيه وتاخدي الكورس تمام فيه عشان تعرفي تعملي ترسمي الشعرايه او طب هستاذنك هنشتغل واحنا بنتكلم عشان تمام ترسمي الشعرايه صح على البشره. تمام. انما هو مش حرام؟ لا لا، لان احنا بنعمل الطبقه الاولى من الجلد. تمام. دي اخر مرحله كده في البيبي جلو، ان انا يعني بخلط او بحقن العلاج بالبيبي جلو العلاجي. بيبي جلو علاجي. علاجي، انا بقى عايزه الكلمه دي على طول مصطاب يعني. تمام. جنبها على طول نصطحبها معاها بيبي جلو علاجي. اه عشان هي فعلا تقنيه علاجيه اكتر. لا لا، هو علاجي يعني من الالف الياء بصراحه يعني. ما احنا طبعا احنا بنعمل، مش الجلسة بتاخد أربع شوط، يعني بنعمل أربع مرات بالبيبي جلو ونعمل مساج ونحط أربع خمس مرات. يعني احنا بس معلش عشان وقت البرنامج كده بقى كتير، ولا المفروض كده دي آخر مرحلة؟ المرحلة الأخيرة الشيت ماسك أو هو القناع الورقي. بص بقى، القناع الورقي ده مش شرط انت تستعملي اي حاجه لك، بس هو كل بشره ولها نوع. يعني الهيرونيك اس اكتر للفوق ال 30. تمام. وما ينفعش مع البيبي سن معين. لا، كل قناع ليه بشره. بشره. ما ينفعش خالص نستعمل قناع او شيت ماسك فيتامين سي، او نحط كريمات فيتامين سي، او نتعامل مع الفيتامين سي واحنا في البيبي جلو، بعمل اكسده وغمقان اكتر. تمام. احنا عايزين النصائح دي كلها دكتوره، يعني احنا معلش برضو عشان احنا يعني الوقت بتاعنا ضيق جدا، وانا عارف ان حضرتك محتاجه يعني وقت كبير قوي عشان تشرحي كل التقنيات الموجوده. يعني اكيد ان شاء الله احنا هيبقى لينا لقاء تاني مع حضرتك عشان نكمل باقي التقنيات ونشوف برضو على الطبيعه. انما يعني احنا حابين من حضرتك، لان في مجموعه اسئله كتير قوي احنا يعني ما جاوبناش عليها، وبرضو على صفحه حضرتك في ناس برضو كنترول بيقولوا لي في مداخلات كتير، انما احنا يعني عشان وقت البرنامج كده. يعني باقي ايه تاني بعد الماسك ده؟ بنحط الشيت ماسك ده عشان يرطب ويساعدنا على تثبيت الماده اللي احنا حقنا بيها. تمام. وبعد الماسك ده بنحط الافتر كير. الافتر كير ده اللي هو بيحافظ على الماده، اللي هو بيشيل الالتهابات، الاحمرار، اي حاجه حصلت في المفروض التجلس. الماسك ده بياخد وقت قد ايه؟ على 20 ثانيه. 20 ثانيه او 20 دقيقه. 20 دقيقه. تمام. تمام. بعد كده الافتر كير اللي هو الكريم
نعمل 8 ساعات ما نجيبش على وشنا ميه بعد الجلسه. 8 ساعات تمام. او 24 ساعه تمام بالافضل يعني تمام. وبعد كده بنحط لمده 3 ايام ميك اب، لا كريمات اللي هي فيها عطور وروائح برضو لا ممنوعة. ولا كريمات ولا مكياج ولا اي زيوت تمام. تمام. كل اللي هنعمله ان احنا هنستخدم الكريم اللي يطلب منك الافتر كير مره الصبح ومره بالليل. خرجت في الشمس صن بلوك، وقفت في المطبخ والحر، وطبعا الامهات المفروض كلها انت حافظي على اللي انت عملتيه، حافظي عليها. وكل الجلسه دي من الجلسه دي من اسبوع ل 10 ايام، والبشره في طبيعتها بين الجلسه والجلسه 10 ايام. البشره عامه لو ما فيهاش مشاكل ولا حبوب ولا كلف ولا نمش بتحتاج من 3 ل 4 جلسات. فيها مشاكل بنعمل جلستين علاجيه للحبوب او الكلف او اي بقع في التصبغات، بتبقى زياده جلستين بعد عشان تعالجي اكتر. تمام. بس طيب يعني استاذه فريده خبيره العنايه بالبشره والجسم وسيرابيست، اللي يعني انا شاكر حضرتك جدا جدا أنا جدا شرفت بيك في مستر يعني في الحضور، وانا عارف ان انا معطل حضرتك عن شغلك وعن كورساتك. يعني طيب يعني لسه معانا دقيقتين نقدر نعمل فيهم يعني نشرح اكتر الميكرو بندلنج. الناس ليه بتقول ان هو حرام؟ علشان في تاتو الوشم اللي هو بتاع زمان اللي احنا بنرسم بيه الحاجب ده، كان بيبقى المواد اللي فيه مليانه رصاص بتخش بتختلط بالدم ووشم بيبقى دايم، فده حرام ما بيتشالش. طب وايه الفرق عندنا هنا في التقنيه دي؟ ده بيتعمل على طبقه الجلد الاولى الخارجيه، بنعمل شعيرات ممكن اوريك بس القلم والمشرط. احنا ممكن نعمل هنا، اجرب لك هنا. تمام. ده القلم اللي انا بستخدمه في الجلسه، ليه فتحتين. طب هنثبت بس عشان نشوف. ده يا جماعه القلم مظبوط كده، الفتحه هنا للمشرط وهنا للابره اللي هي بتملى الفراغات لو هنعمل شاتنج، لان البيبي الميكرو بليدنج مراحل كتير او شاتنج. تمام. ده المفروض ان احنا ناخد حلقتين في التقنيه الثانيه. المشرط اهو. لازم طبعا حاجه تكون معقمه وجديده وبتستخدم مره واحده. مره واحده بس. اتفضلي. تمام. اهو. يعني المشرط حاجه صغيره كده. يعني برضو ده يعني على ما اظن ده علاجي برضو اكتر من تجميلي. ده هو تجميلي لو انا مثلا عندي مشاكل، انا ما بيطلعليش شعيرات في الحاجب التجميل. انت عارف البنت عامه او السيدات عامه بيحبوا يبقى المظهر حلو في البيت في الشغل، مع يعني المظهر اهم حاجه، وجمال الست عامه او حواء بمعنى عينيها، وجهه المراه عينيها. تمام تمام. فهو ده بنعمل بالطريقه دي. ممكن طيب احنا معانا دقيقة بس. قلم. هنعمل هنا رسمة الحاجب وهشرح لك على ايدي. ممكن نعمل كده. رسمة حاجب مثلا. بالطريقة دي. ده مثلا الحاجب. تمام. ظاهر معانا يا جماعة. اتفضلي. تمام. اهو. هنعمل ايه القلم. طيب يعني دكتوره انا للاسف انا وقتي البرنامج تمام، انما انا عايز برضو من حضرتك على الهوا كده وعد من حضرتك ان احنا يعني يبقى لينا لقاء تاني نشرح طبعاً باستفاضه كل التقنيات الحديثه وكل كل الجديد في مجال تنظيف البشره والسترابيست عموما. وفي النهايه بشكر حضرتك و اتشرفت ونورتي النهارده المكان، واسفين على تعبك قبل اي حاجه. ميرسي جدا، انا شرفت بيك ونورتني وشرفتني فعلا. يا رب يخليكي. الشهاده. احبائي المشاهدين، يعني انا النهارده كان في استضافتي الخبيره الدوليه الاستاذه فريده عز، وان شاء الله كل الارقام على الشاشه وكل حضرتك. انا عايزه بس اهديك شهاده ربنا يخليك يا فندم. من سيرابيست سكين كير فريده عز. ميرسي ميرسي. وبجد دي حاجه ميرسي لذوق حضرتك ده قليله جدا يعني. لا لا دي وسام على صدرنا والله. دي حاجه قليله جدا تقدير ليك، يعني انت عايز اكتر من كده. ربنا يخلي حضرتك يعني يا فندم. تسلم. انت نورتينا النهارده. احبائي المشاهدين انتظرونا في كل جديد على اخبار بلدنا. كان معكم سيد يوسف.